الرئيس السيسي يلتقي اليوم المشاركين في الملتقى الرابع لأبناء الجاليات المصرية في الخارج. المجموعة العربية تصدق على مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتصويت عليه في مجلس الأمن الأسبوع الحالي. قوات التحالف تشن 18 غارة على أهداف تنظيم داعش في سوريا والعراق. منتصف النهار هنا في القاهرة، 10 صباحا بتوقيت جرينتش. هذا موعد نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة. تفاصيل الأنباء، أهلا بكم. أعلن السفير علاء عبد الفتاح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم أبناء الجاليات المصرية المقيمين في الخارج والمشاركين في الملتقى الرابع لأبناء الجاليات المصرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد على المكانة الخاصة التي تحظى بها الصومال لدى الشعب المصري، مشددا على دعم مصر الكامل للحكومة الصومالية في سبيل تحقيق أهدافها وتطلعات الشعب الصومالي. جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي بالأمس مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، والذي يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى على مدى يومين. عودة قوية للعلاقات الثنائية بين مصر والصومال كشف عنها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الصومالية حسن شيخ محمود، والذي استقبله الرئيس السيسي بقصر الاتحادية حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية. لتعقد جلسة مباحثات بين الرئيسين، تلتها جلسة مباحثات موسعة حضرها وفد البلدين. مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلا عن التطرق لعدد من قضايا المنطقة العربية وملف الإرهاب. بالنسبة للمجال التجاري، طبعا الصومال يعني نقدر نقول انها اولا هي سوق رائع للمنتجات المصرية، ويرحبون جدا بالمنتجات المصرية، وفي نفس الوقت يمكن استيراد الكثير من الامور من المنتجات من الصومال، يمكن اهمها هو اللحوم. هناك بدأت اجراءات لصيد السمك مثلا، تسجيل الصيادين الصوماليين تم تسجيلهم تقريبا بالكامل للتفرقة بينه وبين القراصنة، وهناك إجراءات يعمل بها لتحويل يعني لبدء النشاطات صيد السمك في الصومال. وإن شاء الله يعني من الممكن، أنا يعني حتى بالنسبة للصيادين المصريين أنا أدعوهم فقط إلى اتباع الطرق القانونية، ولكن الحصول على تصريح إن شاء الله لن يكون صعبا. هذا وقد أدى الجانب الصومالي الرغبة في إعادة تفعيل اتفاقيات التبادل التجارية والتي تم إبرامها على مدار الأعوام الماضية، فضلا عن الاستفادة من الجانب المصري في مجال التعليم، حيث تقرر زيادة المنح الدراسية للطلاب الصوماليين في الجامعات المصرية إلى 200 منحة دراسية، فضلا عن معاملاتهم معاملة الطلاب المصريين. زيارة الرئيس، فخامة الرئيس الصومال في القاهرة الآن، أهمها هي ترميم وتطوير علاقة بين البلدين سياسيا واقتساديا وثقافيا وملف التعليم. كانت بعثات الأزهر الشريف ليست فقط كان هدفهم في التدريس، إنما هو كان ترسيخ الوعي الثقافي، وكان هناك مكتبات، المكتبة الوطنية والمكتبة المصرية والمدارس جمال عبد الناصر المنتشرة في البلاد. هذا وقد أكد رئيس السيسي خلال لقاء دعم مصر للخطوات التي تتخذها دولة الصومال الشقيقة لبناء نظام ديمقراطي وتحقيق استقرار سياسي وأمني.
ستظل مصر دائما تفتح ذراعيها للأشقاء الأفارقة في محاولة منها للم شمل الإفريقية، وهي دولة الصومال الشقيقة بعد حالة الفوضى التي عاشتها على مدار الأعوام الماضية تقصد مصر لتلقى الدعم السياسي والاقتصادي من القيادة الحالية، والتي تضع الأشقاء الأفارقة في القلب من سياستها الخارجية. من مقر رئاسة الجمهورية، آية عبد اللطيف، النيل. يترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور كل من وزراء الصحة والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والصناعة والتموين، وذلك لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر مصر الاقتصادي في مارس القادم، إلى جانب مناقشة خطة الحكومة لدفع عجلة الاستثمار في مصر. كان محلب يرافقه المهندس إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير البحث العلمي ووزير الإسكان. كان قد قام بزيارة لجامعة القاهرة لتفقد الاختراع الجديد الذي أعلن عنه الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وهو تطبيق لمشروع بحثي لتقنية مياه الصرف الصحي، حيث يحولها إلى مياه صالحة للشرب. للمزيد من المتابعة نرحب ضيفا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا وسهلا فندم. كما هو واضح أنه يعني الحكومة بدأت مبكرا الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي المنتظر عقده في شهر مارس أعتقد على أقرب تقدير إن شاء الله. برأيك يعني هذه الاستعدادات من قبل مجلس الوزراء كيف تراها؟ يعني هو فعلا زي ما حضرتك أشرت أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي، وداخل مجموعة من القوانين تعتزم الحكومة إصدارها منها تعديلات. فالاجتماع النهارده هيتابع هذه الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادي، وهيتابع ايضا الاجراءات اللي اتخذها الحكومه وحل مشكلات المستثمرين، وبالاضافه طبعا اذا كانت هناك تشريعات ستعرض على مجلس الوزراء غد يوم الاربعاء ان شاء الله غدا يعني. واحد من الملفات المهمه ايضا التي طرحت في الفتره الاخيره ملف تطوير صناعه الغزل والنسيج. يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد كمال ريان نائب رئيس تحرير الأحرار. عموما نشكره شكرا جزيلا، ومعكم نستكمل بقية أنبائنا، حيث تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع في القضية والاستماع لدفاع محمد مرسي. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهما بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري مرسي في نوفمبر عام 2012. تمكنت عناصر القوات المسلحة من توجيه ضربة جديدة لعصابات التهريب والعصابات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري. يأتي هذا فيما تمكنت القوات من اكتشاف أحد أكبر الأنفاق داخل منزل يقع على مسافة 1700 متر من الشريط الحدودي في مدينة رفح، كما تم تدمير 19 فتحة نفق أخرى جديدة بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين. نجحت الدوريات الأمنية لعناصر حرس الحدود في توجيه ضربة جديدة لعصابات التهريب والعناصر التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، حيث تمكنت من اكتشاف أحد أكبر الأنفاق داخل منزل يقع على مسافة 1700 متر من الشريط الحدودي بمدينة رفح، والقبض على أحد المتسللين داخل النفق، كما تم تدمير 19 فتحة نفق أخرى جديدة بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين. وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، تمكنت إحدى دوريات حرس الحدود من ضبط مركب صيد عليها 2.6 طن من نبات البانجو، وضبط أكثر من 8.8 طن من نبات البانجو المخدر على ساحل خليج السويس بمناطق الزعفرانة وراس سدر، وضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزته عربة عثر بداخلها على كمية من جوهر الأفيون المخدر. وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط 18 بندقية خرطوش جنوب منفذ السلوم، وضبط 286 متسللا خلال محاولات الهجرة غير الشرعية
قبل عبورهم إلى الأراضي الليبية واستقطابهم بمعرفة الجماعات التكفيرية، وضبط 80,000 قرص ترامادول مخدر بالمنطقة الحدودية بالسلوم، كما تم ضبط عربة نقل محملة ب 699,800 قرص لعقار التامول المخدر بمنطقة راس الحكمة. وفي جنوب مصر تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط 3 سيارات نصف نقل محملة بقرابة 15 طنا من المواد الغذائية والتموينية المدعمة قبل تهريبها بمنطقة الشلاتين على الحدود المصرية السودانية، وضبط 8 مصريين وسوداني بمنطقة وادي العلاقي وبحوزتهم سيارة ربع نقل ولودر و12 جهاز للكشف عن المعادن خلال محاولتين للبحث والتنقيب عن خام الذهب، وضبط 1 المهربين وبحوزته سيارة دفع رباعي بدون لوحات معدنية بمنطقة قبر الشريف، وضبط ما يقرب من 400 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر بمنطقة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر. قال وزير النقل والمواصلات المهندس هاني ضاحي إن اللجان الفنية الخاصة ببحث مسارات القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان ستبدأ عملها يوم الاثنين القادم. وخلال مؤتمر صحفي أضاف ضاحي أنه تم الاتفاق مع شركات حكومية صينية لتنفيذ المشروع بنظام حق الانتفاع الذي يشمل تنفيذ وتمويل هذا المشروع وتشغيله من جانب الشركة الصينية. بعد مباحثات اقتصادية فعالة في زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للصين، تم الاتفاق على عدد من المشاريع الاقتصادية منها مشاريع خاصة بوزارة النقل. كان بيخصنا في وزارة النقل عدة موضوعات مهمة جدا، كان بدايتها القطار المكهرب اللي هو بيخدم منطقة شرق القاهرة وبينقل من شرق القاهرة كتلة، يعني بيخدم كتلة سكانية كبيرة جدا في المدن الجديدة اللي هي بتبدأ من منطقة مدينة السلام مرا بالمنطقة مدينة العبور والشروق وهليوبلس الجديدة، والمنطقة بنوصل فيها لغاية منطقة الروبيكي، وبعد كده الجزء اللي طالع على 10 من رمضان 1 و2 وبنرجع نربط مع العاصمة الجديدة. الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها راعت أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات. وجود الجانب المصري، الشركات المصرية في أعمال التنفيذ فيما يخص الأعمال اللي هتم تنفيذها في مصر، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من كل الخامات المصنعة في مصر ومطابقة لمواصفات المشروع. ونجحنا في أن احنا نحط في هذا الاتفاق الإطاري أن عندنا نسبة 40% من إجمالي قيمة المشروع، طلعت بقى 1.5 مليار، 3 مليار و2 من 10، 3 مليار و3 من 10 التكلفة الفعلية، هتبقى ان يكون فيها 40% يخص الجانب السوق المصري، سواء كان شركات مقاولات هتقوم بالتنفيذ مصرية او اذا كان هناك خامات هيتم الاستفادة منها في هذا الامر. تم الاتفاق على عملية اعادة تأهيل السكك الحديدية في مصر من خلال توريد وتجديد العربات والجرارات والمحطات، وان تكون هناك مشاريع بنظام البي او تي مع مراعاة ان يكون هناك مردود اقتصادي للدولة اثناء عملية التشغيل. منذر ابو دوح، النيل. بمشاركة نخبة كبيرة من السفراء السابقين والكتاب والمحللين السياسيين، ناقش المجلس المصري للشؤون الخارجية مستقبل الإسلام السياسي في مصر. يأتي المؤتمر لإلقاء الضوء على أعمال العنف والإرهاب التي تمارسها بعض طيارات الإسلام السياسي تحت شعارات دينية. مستقبل الإسلام السياسي في مصر، تحت هذا العنوان نظم المجلس المصري للشؤون الخارجية ندوة لبحث مصير الإسلام السياسي في مصر في ضوء استخدام التيارات الإسلامية الشعارات الدينية لتنفيذ أجندة سياسية. الإسلام السياسي يعني الخلط الديني والإسلام، الدين والسياسة، وده لها أثرها اللي ربما من الضروري تحليلها وتحليل كيف ينقى الدين من السياسة ويبقى الدين ودين والسياسة سياسة. المشاركون أكدوا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة هو كيفية تحقيق التقدم في كافة المجالات.
هو ان احنا نسرع بخطى التقدم. التقدم كمفهوم شامل، التقدم في نظام الحكم، التقدم في التعليم، التقدم في العدالة الاجتماعية، التقدم في نشر الثقافة، التقدم في تطبيق نظام اقتصادي يقوم على مفهوم مجتمع الكفاية والعدل. يجب أن يوجه النقطة الأولى إلى التعليم والتعليم الصحيح وعادة دراسة المناهج في المدارس والجامعات وفي المعاهد الأزهرية وغيرها. النقطة الثانية وهي يجب تطوير المنطق والمفهوم والخطاب الإعلامي في الإعلام والصحافة. مشروع قرارين هي يقدم الفلسطينيون مثل البنية يفول يوم سقف زمني لأن احتلال الإسرائيلي الأرضية بهاج عام 2019 وقضى الدولة الفلسطينية. مشروع قرار يقوم بإقامة الفلسطينيين على أساس الحدود التي كانت قائمة على إسرائيل الغربية والشرقية وغزة أيضا عام 1949 على كل القدس الشرقية عاصمة عنها. مشروع قرار يقدم في فلسطين لحظة النهائي وإبراهيم فقط إسرائيل خلال عام أن احتلال الإسرائيلي الأرضية بلولي نهاية عام 2019. ما هو مشروع الحكمية الجوهري لدى الإسرائيلي الفلسطيني بمثليك شقة تلاقير وحدود وقدس وفق قرار المكسب وقرار الجمعية العامة ذات صلة. ولذلك علينا من قبل مكسب القرار أن يلم موافقة 9 من أعضاء المجلس هو ما يجبر ويتم قطاع الضحى الإسرائيلي على السخرية مع الرئيس السيسي يتقي المشاهدين المتخرج على المجال المصري.
دكتور شعبان بيضغط على المطاعم والصالات بين المسجد العام 2010 عديد من التصاعد كانت من الوزاره الدوليه للتنظيم على اوحى خير عمليه شهد سوسان الدوله العربيه الدوله العربيه شهد وصلنا السعوديه والعربيه وشاء الى المواعده التصريح صارت امس تصريح مصير عائله المزن في نفس التابع على الشخص الصغير السيد التصريح حسب بشان كان يقول عن مليان جدا 6.8% قرارا وحب المئه فقط نسيان العمل يسرق وعلى مواعده الفضائيه ويغطي شعبان لان ايضا التي يستطيع افضل كاد عضو قاره دوليه الجديد للمصر وانوع عامل معدل الطلب اخر في الفتاه فورة 25 مليار بدل عوضي تراكم في 2014 طبعا استمرار تراكم خير عام 2019 وقع عبد الله من شركه ايضا وزاره لمساعده على الجدار الاقتصادي 10 شهر نسيان مجيرا له خلال 2015 تمكين فعل شعبان وسائل المطنه كفا فعلا ويتعرض للاستقلاليه والعربيه على المهندس ضاح وزنقنا مشروع ينشر المقاطعة العشر من رمضان سيكون يوم خير عمي هذا من أربعة عوام أن يكون في الخمسة أغلب بيضاً يوثق الخلطين أن تخصيص سنوات بدون فائد وشان يخلق بخصوص في عائلة كارة دينبو فضايا هم ما يعبوا في الأسعار سيعى ذوي الحيطة خصوة طلوة أصحابه مع شضان بمعي مجلة نوتكم أشهر راحية بسعة كارة دينبو فالعادل حطف لنا مدلوزة أربعة مقلة الكويت رجع معدل التضخم في شهر تشرين 3.3% الى 3% في اكتوبر الماضي وتم رجوع التضخم في معظم المكونات وشهر الجوع الوطني في الاسبوع التضخم في باكستان ظل اقل من الكثير في باريس شهد اسعار المغذيات والعصير في الاسبوع الماضي لما وقع تم خلال اشهر من الحديقه تجوع التضخم في قطاع المغذيات الدنيا ومن ثلاث ثلاثه على قوه الدينار بناء على تهدئه الخلايا الاقتصاديه ويبدا ان الازمه تجيب وامان الاقتصاد المتوقع شكرا لك فضل الشهيد محمد بكر غينا اظهرت الجمهور الذي قدمت في الاسبوع الحالي هي وجوفيج على مسافه كوندا بابر تشويتش في دوله لبنان اتخذ اسيا للحصول على مثل الاصوات التي تلزم الولايات في الحياه عشان تشتري القدم هذا القريب شو بوشيبو بزيلو سيئة مية صعبة إيريش قيادة يعني 17 سنة في نفذ جدك يلوات ومية ومودرين وعلى ما بوشيبو فوق طمن سفينة وصفي كل من مدير الروسية والفرنسية والمجارة العملية المصافية في كازاكستان نبدأ سعادة العرض محفزة مع شرقية شرقينا والغربية في سبول الحنزمة في أوكرانيا السنية في لك في أطراف بلدان أو شقيني حشد عديد توصل جلس ما تحطي يلي ربي بغينا الحديث باسم شرطة الاستجاب المقوى صدق غير البحر قبل الأخير من الهنا مشير للمهمة للقوم تحقى من هنا بمقاعد حديث تسمى تظهر عشر مدينة أمام شرطة المية بعد صدور قرير رقم شعي خاص باقى الملكية أسود أعلى برصاص شرطة الشرق أبو الصمت أعلن مصر وطبعا على تحقيق خلفية أن واشنطن كفى عنها بمكان بقصنا في مجد المعلومات من خارج البلاد لمصحفة الهجوم المعنفي على شركة سوني للأفلام ويعجبهم على شركة سوني من أكبر إسقاط معلومات التي عرضتها الشركة الأمريكية الأمر الذي يعزز رضي السعر لكل الشركة والجهات الخارجية ضعف كاليسانية في المجد ويجدها رفض كوريا الحملة الأمريكية وعهد الرغم على أفعال قبل الهجوم أنا اليوم البحيرة الدويسية انتشال أكثر من 40 وسائل الرياضية الإنجليزية إير آسيا المفروض منذ قبل من أمس. وأكد صحة الطرفين الإنجليزية أن مرفوعة بعض القطع حفاظ طائرة قبل ساحل كارنتان وكانت طائرة كوريا زي باس 120 تقل 162 شخصا قد فقدت رسالة الرقم الدولية في رافع الماضي بعد 45 دقيقة من إقلاعها حفاظ طائرة إلى مصير لمواجهة سوء خلية الدولية. لكم جيل بدون لياف عدد زائد نقد صارت جديد فلس على الضوء على عمود هدف نبرة 15 مركز قد مدة زائد في الدقيقة 23 شوال وفخار القناة الثانية من الدقيقة بين أحد أمر سخبر هي في أساس وسط ذلك يدعو سلمانك أعلى أن المركز الأول في مدة مصدر من سنة 2010
فيبدو ان الانجليزي قد تخصص حافيه في الدفاع الصحي باربعه اهداف في 18 من المباراه سجل افريدز كل من البرشلوني وبعد لعبه هذه ريتشي لابسوزي بخطا من المرافق يعني هذا صحيح لعب في سيوسن يعني سعر تعطيه كل 20 نقطه بين المباراه في الصحي 22 نقطه في مكتب عمل فلافل فوق تحول الى كاس دوري البرتغال حول ابي الذي يلعب نصف نهائي الدوري كاس كوكا حول ايضا في 9 وربع اليوم من الليل الاولى مباراه الرابعه وفي 13 وربع وهو سيناء ربما ما عندنا ولعب نصف نهائي الدوري الامريكي ايضا وصل هو قبل لاعبان الاول التشكيل الاساسي يقيم مدريد مع سيلان ليطير في كاس حد الملك 5 6 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